السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم العداء الحق القش، بطل مغربي، بطل آسيا، بطل عالمي. بهذه المناسبة الكريمة كنتمنى رمضان مبارك سعيد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولجميع المغاربة وكذلك الأمة الإسلامية جمعاء، لكنطلب الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة يرفع علينا هذا الوباء. واليوم مرحبا بكم، أنا كرياضي دولي، تشاركوا معايا البرنامج ديالي اللي في الحجر الصحي، وكنتمنى من جميع المغاربه يلتزموا بالبيوت ديالهم ويحاولوا يتمرنوا في البيوت ديالهم. شكرا. يعني في هذا الحجر الصحي من بعد ما كنتناول الفطور ديالي كنزل لهذا المكان داخل البيت وكنشرب القهوه ديالي، كنقرا كتيب ديالي، من بعد كنبدا الحصه التدريبيه ديالي لمده ديال ساعتين كرياضي محترف باش نبقى نحافظ على اللياقه البدنيه ديالي. ان شاء الله من بعد ما ترجع حياتنا الطبيعيه العاديه نكون قريب من المستوى ديالي ونتفادى ان شاء الله الاصابات. بهذه المناسبه كنبغي نشكر ساكنه اقليم بولمان، كما كتعلموا لحد الساعه الحمد لله صفر حاله في الاقليم، وهذه النتيجه راه ما جاتش عن طريق الصدفه بل جات عن مدى وعي الساكنه. السكينة يعني التزمات بالحجر الصحي والتزمات بالتعليمات ديال الجهات المسؤولة، اللي بدوري كنشكر الجهات المختصة يعني الداخلية، الصحة، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، أعوان السلطة على المجهود اللي كيقوموا به. كنشكرهم جزيل الشكر وكنتمنى من السكينة تزيد تلتزم بالحجر الصحي وتحاول أنها تتمرن في البيوت ديالها، وهذا كنتمنى لجميع المغاربة يلتزموا بالبيوت ديالهم ويحاولوا يتمرنوا في البيوت ديالهم. بالمناسبة الكريمة كنتمنى رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربة والأمة الإسلامية، واللي كنطلب من جميع المغاربة يلتزموا البيوت ديالهم ويحاولوا يتمرنوا ولو 30 دقيقة 45 دقيقة في البيوت ديالهم كيف ما بغي يكون المكان، لأن الرياضة كتفرغ ديك الطاقة السلبية. وكنتمنى رمضان كريم لجميع الأمة الإسلامية ويرفع علينا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء.